خليني أبدأ كلامي مع حضرتك من الخطوة الأولى اللي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة العشوائية ومخالفة البناء، وهي أنه الدولة بدأت بنفسها بتوفير السكن لكل فئات المجتمع المصري مع توفير كافة الخدمات، وزي ما سيادة الرئيس قال كل مواطن عايز شقة هيلاقيها بتناسبه بالظبط على حسب دخله وحسب قدراته المالية. وفعلا زي ما سيادتك تفضلتي طبعا، يعني متشكر على المقدمه الهائله اللي حضرتك قلتيها عن مجهودات الدوله في محاربه الظاهره دي اللي هي ظاهره البناء العشوائي وظاهره التعدي على الاراضي والبناء مخالف وخلافه. كان طبعا يعني مجهود الفتره الاخيره 5 أو 6 سنوات الاخيره علشان نحارب الموضوع ده لازم يكون فيه توفير بدائل، وده اللي التزمته خطه الوزاره الفتره الاخيره علشان توفير البدائل لكل شرائح المجتمع. من اول ما سيادتك تفضلتي كده قلتي المناطق العشوائيه، القضاء على المناطق العشوائيه، اتعمل حصر لكل المناطق العشوائيه على مستوى الجمهوريه حوالي 400 منطقه تقريبا، خلصنا منهم يمكن قربنا على 300 دلوقتي ان شاء الله، وعلى اخر العام نكون خلصنا بقيه المناطق. اولا بدانا بالمناطق الخطيره اللي فيها خطوره على المواطن اللي هو بيضطر يقعد في مكان غير امن غير مخدوم ما فيهوش اي مرافق من اي شكل، وصولا لحد الوحدات الاسكان لمتوسطة الدخل ومحدودي الدخل وميسور الدخل كمان. فيعني وزاره الاسكان كزراع بيحافظ على العداله الاجتماعيه وبيساعد الدوله دايما في الخطوه دي وفي الخطه دي، خطه القضاء على العشوائيه وبناء المخالف. كان ده خطه الوزاره ان هي تنفذ مشروعات اسكان على محاور مختلفه جدا تناسب كل شرائح المجتمع، سواء من محدودي الدخل او متوسط الدخل او ميسوري الدخل، حتى اللي عندهم رغبه في التملك اراضي وبناء عليها بشكل منظم وبشكل مخطط. زي ما حضرتك تفضلتي احنا النهارده مثلا بنتكلم في 5 أو 6 سنوات 13 اعلان للاسكان الاجتماعي محدودي الدخل، يعني بمعدل اعلانين تقريبا في السنه. بنتكلم في حوالي اللي طرح لحد النهارده حوالي 1 مليون وحدة سكنية استفاد منها فعلا لحد النهارده يمكن اكتر من 1 مليون اسره، او يعني بنتكلم في توفير فرص عمل لحوالي 1 مليون. احنا بنتكلم على رقم قياسي على مستوى العالم يا باشمهندس عمرو في عدد الوحدات السكنيه اللي تم تنفيذها على ارض مصر حتى الان، يعني ده ما حصلش في اي دوله على مستوى العالم هذا العدد رقم من قياسي. الوحدات بنتكلم حقيقي يا فندم، بنتكلم على رقم قياسي عالمي وباشاده المنظمات الدوليه والجهات الدوليه، البنك الدولي، الامم المتحده، كل المجلس الافريقي لدعم الاسكان، كل الجهات الدوليه، يمكن بنتكلم في حوالي 12 جهه دوليه اشادت في كل المؤتمرات والمنتديات العالميه على الرقم القياسي اللي بنفذه، واتقال كده باللفظ جمله واضحه ده احسن مشروع اسكان اجتماعي نفذته حكومه على مستوى العالم. بسلم زي ما سيادتك قلتي في المقدمه الهائله اللي حضرتك قلتيها، وحده سكنيه متشطبه جاهزه للسكن من ثاني يوم الاستلام على طول، فيها خدمات قبل المواطن ما يدخل المنطقه، فيها مواصلات بتوصل لحد عندها. زي ما حضرتك قلتي مش هروح ادور على فرن ومخبز ولا وحده صحيه ولا مدرسه ولا حضانه، لا من الاول موجوده خدمات شرطيه، خدمات تنمويه موجوده، ملاعب، نوادي رياضيه موجوده، كل الكلام ده بيتم طرحه قبل المشروعات ما تتعمل، بحيث ان المواطن. وكان توجيه سياده الرئيس في اكثر من لقاء للسيد الدكتور وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار انه ما فيش مواطن يستلم وحده سكنيه يا دكتور غير لما يكون في خدمات، وده كان اللي بيتم تنفيذه دايما في متابعات الاجتماعات المتابعه اللي بيعملها سياده الوزير بشكل اسبوعي مع قيادات الوزاره، موقف الخدمات الاول وبعد كده موقف الوحدات السكنيه عامله ايه، كم عدد استلم، كل الكلام ده، بحيث انه كان دايما الصوره اللي عند ذهن المواطن زمان ان اسكان منخفض التكلفه يبقى جوده قليله ومتواضعه ومنطقه نائيه يقدر يوصلها بصعوبه، يقعد 10 سنين على ما يستلم الوحده السكنيه. لا، النهارده احنا بنتكلم في 6 سنوات تم طرح الاعلانات، تم استلام الوحدات وجاري استلام الوحدات لكل المواطنين اللي قدموا. بنتكلم في حضرتك في اعلان منهم بس الاعلان الثامن حوالي 145,000 مواطن تقدموا، وساعتها اتخذ القرار ان كل اللي قدم هياخد، محدش هيطلع بره الاعلان حتى ولو كان العدد المتقدم كبير جدا اكتر من الوحدات اللي تم طرحها في الاعلان. احنا بنتكلم هنا يا باشمهندس معلش خلينا بس نوضح للساده المشاهدين جزئيه، انه لما بنتكلم في 175,000 مواطن في اعلان واحد احنا بنتكلم في 175,000 اسره، مش عدد ال يعني، واضربي حضرتك في متوسط 4 أو 5 افراد على الاقل بقى 105 يعني متوسط 4 افراد للاسره الصغيره، بنتكلم في حوالي يعني 500,000 نسمه تقريبا او اكتر، يعني حوالي 3/4 مليون. الجزئيه الثانيه خلينا نقف انا بس هقف عند حضرتك عند جزئيه الاسكان الاجتماعي، وهاخد من كلام حضرتك في تعليقك انه الفكره السائده زمان انه الاسكان الاجتماعي ده لازم يكون درجه اقل مثلا او ما الى ذلك، لكن احنا بنشوف كمان انه كان في الحقيقه خطه واضحه من الدوله بالحفاظ على الشكل الحضاري للمجتمع، يعني احنا بنتكلم على مجتمع عمراني جديد
بتميز حضاري كامل المرافق والخدمات. حضرتك اطلقت عليه كلمه مميزه جدا، طفره. حضرتك اطلقت عليه كلمه جميله جدا في المقدمه، طفره حصلت. ويمكن الساده المواطنين يمكن بناخد رد فعل الساده المواطنين، وبيجي لنا ردود افعال، وبيجي لنا كمان المردود الايجابي باقبال شديد جدا على اي اعلان بينزل للساده المواطنين، لانهم شافوا خلاص في السنين اللي فاتت كان في توجس في الاول ان مشروعات الاسكان القومي القديمه او مشروعات الاسكان اللي هي كان فيها يعني الجوده اقل بشكل بسيط او كده، لما الناس لقوا اللي في تسليم شقه على المفتاح، تسليم تشطيب فاخر، شكل العماره، شكل المجتمع زي ما حضرتك قلت، المجتمع نفسه اللي هو عايش فيه من لاندسكيب، مناطق خضراء، مسطحات خضراء، يعني خدمات متكامله، طرق، شبكه طرق، مرافق موجوده في المكان بتخدمه ومستديمه، مفيش بقى انقطاعات للميه ولا الكهرباء ولا لتوصيل الغاز، لا هو من اول يوم عنده الوحده السكنيه بياخدها فيها عداد الميه والكهرباء والغاز، فيها تواصل مع جهاز المدينه او الجهاز الحي اللي هو شغال فيه، في تواصل مع كل الجهات المعنيه في المكان، في قنوات شكوى متفاعله معاه على مدار الساعه، وده الاهم بقى، لان حضرتك بتتكلم في مشروع ضخم زي مشروع الاسكان الاجتماعي، والمشروع اللي بعده برضه في الترتيب مشروع الاسكان المتوسط لمتوسط الدخل، بنتكلم على عدد ضخم جدا من التعامل مع المواطنين. فكان يتعامل الحمد لله، يعني اتعمل منظومه استقبال لشكاوي ومقترحات كبيره جدا بتساعد المواطن ان هو يتفاعل مع الحكومه، وده اللي ادى ثقه للمشروع الفتره الاخيره.